قال شكرا عرضتي عليا عطيتي لي الشراب رجعي عندك على قبل واحد الموضوع ونتشاور معاك فيها خاي ايوب. ترى واحد مرت ولدي وترى زوين وكتهبلني خاي ايوب ما نكذبش عليك والله يسمح لي ما قدرش نصبر والله. وانت اش كتقول يا عزيز الصعب مرت ولدك صاحبي واش عرفتي على ولدك اش غيدير لك والمادام خليتيها يا صاحبي وهاديك قد بنتك صاحبي وليتي تغلط فيها ودير عقلك يا عزيز صاحبي عرضنا عليك باش تشرب معانا باش نشطو انت كتسكر كيبان لك حاجه اخرى بغيتي شي حاجه هي مراتك حداك صاحبي انت مرت ولدك صاحبي وكعرف ولدك اش غيدير لك الا عرف انا بعدا بلغتك من دابا ما يوقع شي مشكل اخويا عزيز فين نشربو دابا البيرة على خاطرنا باش ما نوقعش شي مشكل اخويا هادي. اسمعني اسمعني اخي ايوب انت كتقولي يا ولدك ما ولدك انت ولدي كيفاش ولا بوليسي ولدي رانا اللي كبرتو انا ربوه بغيت كنخسر عليه رزقي انت ولا بوليسي بقيت كنعصي فيه في الاول ما كانش باغي يقرا وانا اللي بقيت كنبزز عليه باش يقرا انت ولا بوليسي ولكن مرشو كتهب بني عبجيك فين ما كنمشي عندو كدور عليا بشي حوايج صاحبي لا 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 وقتي بلاصتي نتا راه غدير نفس المشكل ما غاديش نصبر راك عارف ايه مرتي كبرات قبل ما يدير مرشو باقا صغيره وزوين بلا ما نقول لك اصاحبي راه كنشوفها كنتفكر الشباب ديالي ترجعني الشباب اخويا ايه انا مقودة وراك تعرف كل شيء واش نقول لك اخويا عزيز ترى بعقلك وعارف الحلال من الحرام هادشي اللي كدير فيه يا غيديك للحبس يا يقتلك ولدك ولا مراتك شرفات راه عطانا ربعة خذ لك ثلاثة اخرين صغار وما ديرش هادشي يا اخويا عزيز لا كتمشي الغرق بيدك اخويا عزيز وانا ما بغيتش لك هادشي ماشي تشربتي وهربتي جمع راسك اخويا هذيك الله يرحم لك الوالد راه كاع كنشوفو دريات صغار وكنسترو كنقولو عاود بالله نفطر راجل ولكن ماشي الشراب يبان لك الشراب وتبان لك مرت ولدك غدا مقزب ولا شي حاجه قول عاود بالله نفطر راجل راه مرت ولدي هذيك سير الى باقي انت باقي زهواني طالما دريات صغار اصاحبي ولا سير البيران سهر مع شي دريه وبعد من مرت ولدك اصاحبي عزيز راه بعقلك اصاحبي ايوا خويا تافق معاك في هادشي اللي قلتي كامل صحابنا انا ما فكرتش انني نتزوج ولكن راه عندي الحاجه قبيحه راه ما تخلينيش نتزوج راه ما ندير بحال هكا اخويا ولكن راه هي اللي خلاتني ندير هكا راه هي اللي كتفتشني ها انت يا ايوب هادشي راه كنديروها برا اصلا هي راه ما عايقه بوالو شي هاد العيب هادي كنديرها في اي سائل ما كتبانش كتعطي المفعول ديالها ولكن ما تخليش التأثير فهمتي واخا تمشي كاع على الطبيب يقول لها ما كاين والو فهمتي يا ايوب ولا لا راه هادشي اللي كاين اخويا كنشكرك حيت نصحتيني كنشكرك اخويا ايوب على هاد الاعراض هادي انا غنخليك دابا تهلا ليا فراسك غيكون ولدي في الخدمه دابا انا غنمشي عندو للدار وتهلا فراسك هادشي بقى بيناتنا اخويا ايوب راك عارف ترى خويا داكشي علاش عاودت لك هاد الهضره هادي وتهلا ليا فراسك ايوب مشي بلا رجع بغي يغرقني مانا ما كنعرفك ما كتعرفني اين جدك ولدك ولا قتلك راه ما عاودتي ليا ما عاودتلك راه ما كنعرفكش خسر لي الجلسه ديالي عاد ردت عليه وندمتيني يا صاحبي نمشي نخرج في حالاتي حتى نرجع مالو تعطل عليا عندنا ماموريه خصنا نمشيو
شد الوقت هذا المال شي راه ماشي الشهر ما ملفاش لك المواعيد ديالك راه ديما مضبوطه المواعيد ديالي مع الوقت المدام مابقاش كنهضر معاها شويه ياك ما مريضه ولا شي حاجه لا ما مريضه ما والو كاعي عليا كاعي عليك علاش شنو فين كاين المشكل بغاتني نخرجها ونساريها وندورها شويه كما كتعرف نهار دخلت الخدمه تاع البوليس عمركم عطيتيني شي كونجي ما قراتكش الشاف تعطيني شي كونجي نخرج مرة انت ضابط مزيان وعندك سمعه زوينه وكتخدم وفي العمل ديالك داكشي علاش انا ديما كنعيط لك باش تمشي معايا للمأموريات الله يحفظك ليا الشاف الا بغيتي كونجي ماشي مشكل نعطيوك كونجي ياك ما هي مريضه ولا شي حاجه ما مريضه ما والو بغات نساريها كما كتعرف ما كتشوفنيش الشاف قال لي انا مهموم المهدي وحكي لي لكن شي حاجه احكي ليها غنحكي لك انت راك بحال خويا نهار دخلت الخدمه تاع البوليس وانت واقف معاه المدام ديالي ما كنخرجها ما كنساريها ما كندورها ما حتى شي حاجه ما قراتكش عطاني شي كونجي نخرجها ونضحك معاها غادي نعطيك الكونجي ولكن قبل من الكونجي راه عندنا واحد المأموريه ديال واحد السونطراوي راه كيبيع البوفه كيبيع الحشيش كيبيع الفانيل كيبيع كلشي راه كيضيع الشباب مرونة هذا مرونة ديال بصح خاصنا نمشيو نلقاو عليه القبر مرحبا غيكون في دارهم يا اما في السطح يا اما في بيت المهم يكون في دارهم دابا راه كيجمع دابا الدوزان ديالو باش يخرج يبدا يبيع ويشري مرحبا خاصنا نمشيو نجيبو شو دابا تفضل معاه يلا سلام هاجر سلام كي دايره بخير انا عمي ما كاينش المهدي لا ما كاينش خدامه عمي دخل كريت سنا ريح مرحبا الله وكي دايره بنتي لاباس الحمد لله عمي الله يحفظك تبقاي شي شويه شويه بخير اخر مره مشيت خليتك مريض وي عيانه شويه الحمد لله شويه الحمد لله بقاش طايح الطونسيون شويه والحمد لله الحمد لله الله يحفظك أبالي أنا وقال ما كتشربي لا ما لا والو لا ما كنشربش الماء بزاف يا غير يضرك الكلاوي والطونسيو راه كيطيح من الماء ما كنتيش كتشربي الماء بزاف وي ما كنشربوش بزاف كرهت دابا ما شارب والو لا ما شاربش صافي مرش ولدي انا نوض دابا نجيب كاس الماء صافي ها هو ما يكون عندك زيت كيف نمشي تشربي الماء خاصك تولي تشربي الماء شكرا نعم الله لا ماشي مشكل مرحبا طب حتى شي شكرا نعم الله حفظك ولا عطي راسك الراحة ولي تشربي الماء وشربي الدواء فهمتي ولا لا حاولي تعطي راسك الراحة كسبي صحتك فهمتي بعد ما كتمشي للصحة راه صافي مشى غتمشي لك صحتك غتبقاي تشقاي ما تبقاي ديري ولدي المهدي ما يبقاش يدافع لا تخليك المهدي بحاجه مخصصه متاخر والله يخليكم من بعضياتكم يا ربي ما عرفتش مالي عاوتاني راسي ضر عاوتاني راسي كيضر ما عرفتش مالي يا عمي شداني الدوخ ما عرفتش مالي راسي كيضرني عاوتاني طونسي عاوتاني طاح لك واقيلا ديما كيطيح ليا بحال هكا ما عرفتش مالي أجار مفعول عطا عاوشاني فرصة أخرى عاوشاني جات تلبيني يديها دابا نقضي الغرض عاوشاني ألو وين علاو أشنو مختصب بنتو هذا رقدوا تما رقدوا في هذيك الحفره ما تجيبوش ليا دابا عطيه مو العصا مزيان بنتو لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مال
ولا تزين المحارم هذه لا اله الا الله. اللي كيغتصب بنته اللي كيغتصب اخته لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اش كاين هذه؟ دخل تحياتي تفضل. جيت الما دير تحيتي شويه بعدا امر الوالد وصل بالسلامه بعدا نتمنوا يكون بخير وعلى خير. الدراري دابا جابوا ليا واحد مختص بنته صاحبي لا حول ولا قوه الا بالله. ولات زين المحارم هذا الوقت هذا من علامه الساعه لا اله الا الله. شنو واحد اختص بنته؟ ويلي ما يمكنش. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شاف انا غنمشي للدار وغنجي صافي. هذا الشيء ما يجيكش غريب المهدي، هذه من علامة الساعة هاد الشيء. وين دخلت للدار مبقاش مرشي عيانة وعمر مرشي عيات. مرشي كان ديما بخير، قالت لي طاح ليا طونسيو وبقى معايا باك ومشى. أنا جاي. مهدي واقيلا شاف في الباب، شو تبرمج من اللي سمعت الدوسي هذا تبرمج. ما يكون باك تحرش لي مرتو ولا شي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مشكله. صراحه وليت بزاف وحق الله تبارك الله على مهدي تزوج عرف باش تزوج وشي وحده بحالها. والله الاملاك ديالي نكتبو لها عطا اي حاجه بغات مادام عندي كبرات بقات لها تاع الاول. شي وحده بحال هادي تكون قده تكون بحالها والله نكتب لها اي حاجه كنبغي مادام ما نعطيها لها الصراحه. كي دابا هادي ما عنديش كيفاش ندير لها نهضر معاها نبغي نغريها نخاف لا تقول لولدي المهدي ولي شاري معاها الصداع. اللهم نخليها بحال هكا احسن فين ما نبغى نجي ندير لها القنار ندير لها بحال هكا. الله يعطيها الصحة الصالحة. والله يسمح لي على هادشي اللي كندير. سعداتك اولي وليت سعداتك الخير هذا عندك وانا عديتك الشارفه ديال امك بقى فيها ما يدار. اودي اودي هاجر الوليد اش كدير مع مرتي؟ الا ما يمكنش ابا ولدي ما كاين ما نخبع لك انت دابا حصلتيني باش كلشي بعين. مرشد كتعجبني كتسالي معايا امك مبقى فيها ما يدها. نهار جيت عندك شفتها عجباتني درت ليها في الاول درت لها واحد العيبه في العصير وهي تغيب ومن ما نقول لك راك عارف اش راه يطرى. عاوتاني دابا طايش الماء درت ليها في هذاك الشيء وهي تغيب. راه ماشي الخاطر يا ولدي انا راه دلا معاها ودابا شفتيني فمرقش منه مبقاش عارف ما نقول لك والله ادلا ولدي واسمح لي راه ماشي الخاطر انا راه مرشك ابلاتني والله ما قدرش نصبر. با انت ماشي راجل. عرفتي علاش انت ماشي راجل؟ حط طمعتي في دريه قد بنتك محشومه شابه. شنو صرفش معاك انا؟ غير كنت تندير معاك غير الخير واي حاجه بغيتيها كنقول ماشي مشكل. با هو الاول وما تخيلتك شابه غتضحك ليا على مرتي وغتنعس ليا مع مرتي وهادشي هذا كامل درتيه نتايا. انا جيت للدار بقيت مرتي دايخه قلت مالك؟ قالت لي راسي ولا كيضرني وما شكيتش فيك با نتايا. انت اللي كتدخل لداري وفي الاخر كتنعس مرتي وفي الاخر كتخونا محشوماش الوالد. علاش درتي هادشي هذا كامل؟ راك راجل كبير وحاج وكتعرف بينك وبين الله. واش نقول لك اولي انت كتشوف كل شيء. انا متفق معاك انا غلطت
ولكن انت راه ولدي وسرني راك عارف نالك الحبس ماشي ديالي راك لقونش ما نقدش عليه انا كبرت صافي غنمشي للحبس يبقاو يضحكوا عليا القروده رباك انا ولدي اسرني وشوف كي دير ولدي الله يرضي عليك دير على وجه الاب ديالك هادشي اللي كاين انا متفق معاه انا غلطت ودرت غلطه كبيره ناسلك مع مرتك تحطش عليها وهي ما في خبارها والو ولك شباك عزيز عليك اسمح لي يا ولدي والله هادشي اللي نقول ولدي نقولك حاجه وحده فكرها ملي كنتي صغير شي تقول يا بابا امنية ديالي بغا نولي بوليسي وتقاتلت معاك وكبرتك ودرت كاع اللي في جهدي تخرجتي بوليسي وفي الاخر ديني للحبس انا دير على وجهي وليدي دير على وجه الوالد ديالك والام ديالك مسكينه غنمشي للحبس كي غدير تعيش امك واش نقول لخوتك اسرني يا وليدي الله يرضي عليك انا مزاوفك لما سرني نتفق معاك با درتي المستحيل على قبلي انا مني كنت صغير قلت لك بابا غنولي بوليسي وقفتي معايا وساعدتيني وعاونتيني وخدمتي بالليل وبالنهار باش جمع الفلوس وتقريني وتوصلني وحققتي لي الحلم ديالي يا با ما نساش الخير اللي درتي معايا ولكن با مني وليت بوليسي راه اديت القسام اي واحد ارتكب شي غلط خاصني ندير الحبس فين يتربى انت با راك مريض مرض نفساني مستحيل ابا هادشي اللي كدير ما متشيقش كما درتي مع مرتي تقدر دير مع خويا تقدر تمشي عندو للدار هو ما يكونش شكون مرتو تشربها العصير ودير لها شي حاجه كدوخها وكتنعسها حتى هي تعدى عليها تشي با ما بغيتوش يكون في العائله ديالنا وكان وعدك انا وقف معاك وقفه تاع الرجال ولكن با غنديك الحبس اش ما خصكش الدور با هنا تقدر ما كتعصب شي دريه صغيره ولا شي حاجه حيت انت مريض وغنوقف معاك كيف ما وقفتي معايا وما غندوزكش نوض با نوض بشويه عليك الوالد بشويه واش انت مني كتنعس ما كيعندكش ضميرك با بشويه ولد اي 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 بشويه با انا بشويه قولي دير باك المينوط ايه على الاقل دينها بالمينوط ضروري با خصني ندير الخدمه ديالي وانت اللي ساعدتيني باش نولي بوليسي وهاد الخدمه با راه اديت فيها القسام اما خاصنيش نشوف شي منكر وما يمكنش ليا مولاه ندير الحبس راه كنتحاسب با يوم القيامه ولو ما نكونش بوليسي ونشوف هاد المنظر نعيط لك البوليس حيت انت با راك مريض خاصك تعالج ونوقف معاك تعطيك خاطرك اولدي دير باك الحبس ضروري با ضروري كيف ما تعديش ليا على مرتي تقدر تعدى ليا على مرت خويا وراك عزيز با وغنوقف معاك وما غندوزك حتى تعالج كلمه الاخرى اللي نقول لك اسمح لي يا ولدي والله انا ماشي الخاطر يعني. انا مسامحك ابا دنيا واخيها انا تغريت يا ولدي وشفت الجمال ديال مرتك وتغريني هذاك الشيء علاش الله يسمح لك ابا يلا سير ابا الله يهديك سير والله يرد لك الطريق يا ربي ترد لك الطريق سير ابا كنقلب عليك المهدي شاف كي قول لي لقيت باك في الجيور لتحت مالك كيف لاباس اش غنقول لك ليلى الله محمد رسول الله الاب ديالي واللي كيتعدى ليا على مرتي يا شاف اش كتقول المهدي واش عارف راسك اش كتقول وانت اللي فيقتيني دخلت للدار لقيت ناعس ليا مع مرتي لا حول ولا قوه الا بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاد زين المحارم هذه ولات عندنا ديره خبله في البلاد لا حول ولا قوه الا بالله الاب ديالي دار غلط كبير وهاد الغلط هذا ولكن هي واش هي وافقات على هادشي لا واش كيجي عندها كيجي عندها وكيدير لها شي حاجه في العصير ولا شي حاجه في الماء هي كترفع حاليا انا مرتي ما عارفه والو ما بغيت نقول لها حتى شي حاجه خليتها ناعسه في الدار
كتبقى ناعسه واحد نص نهار وراسك كيضرب. احسن حاجه ما تقولش ليها. ما نقول لها والو. ما تقول لها والو وهو خليه الله اللي غيحاسبه. وهادشي هذا يبقى بيناتنا الشاف. بيناتنا كلنا واش حنايا حنا انت راك خويا. انت راك ضربتي معايا 20 عام ديال الخدمه. الله يرحم داك الشاف. حنا راك خوت. الله يرحم. كلاني ما دير في راسك والو الله يصبرك. شوف عندك 3 شهور. الله يرحم داك الوالد. الله يرحم. سير الله يسالك. هز مرتك وسافر شي قنت. وارتاح شويه وما تقول لها والو داكشي اللي انا غنتكلف بهذا الدوسير. تحيه لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي كيعصب هادشي كيالم من الداخل. دخل لي هذاك الكلب تاعنا ترجع عليه. دخلوا لي لتحت. ما عرفتش مالي انا ديما دايخه خاصو يجي المادام ونقول له يديني عند الطبيب. هادشي راه بزاف الزين ديالي فين كيداير؟ لاباس. مالكي؟ معرفش مالي ديما دايخ. وقيل الطونسيو طايح لك. معرفش. ما كاين والو. جاب باب قبيلة عطانا واحد الكاس ديال الما. اها. صافي وانا ندوخ. صافي ما بانش لك مشى؟ لا. ابشر الدار ابشر الدار. وقيل العيا العيا. كان وعدك حبي. دابا نمشيو نخرجو نمشيو ندورو. صافي. ما خصك معايا حتى شي خير. صافي الزين ديالي كنبغيك. يلا نمشيو. ما حشمتيش السن ديالك كبير وتنوض لمرت ولدك. ماشي عيب ماشي حشومة هادشي. هذا مرت ولدك كتحشمش. ما حسيتي بوالو نتايا كتعدى عليها. وولدك ما الله يفاك. ولدك بخير الله يعمرها. خدمتو نضيبها وولد الناس. دابا انت الا شافك شي واحد ما يقولش انت يا ربه. علاش درتي بحال هكا؟ علاش هو مسكين دابا الله اللي مطالع به ما باغيش يتواجه معاك. علاش هادشي؟ علاش هضر معايا. واش نقول لك الشيخ نوح؟ انا دابا ملكت نشوفك والله راه ماشي الخاطر. مشيت عند مدير الدار ونيتي صافي ما انا ولا غدر لا والو. ولكن راه مرشو فتنادني لابسه واحد اللبس ماشي تشلي. وراك عارف انت حنا رجال واخا تكون في عمرك 80 عام غتبان لك شي دريه زوينه وغتفتنك. راه دير لها داكشي اللي درتها. وانا راه نادم الشاب النور بغيت نادم. وولدي مابقيتش قادر تنشوف فيه وحق الله الهاي العظيم. حتى الناس اللي مريحين معايا كنبرك نقول لهم راه متعصبش مرش ولدي. والله الا ديز عليا العذاب وحق الله الهاي العظيم مابقاش قادر تنشوف في الناس. نادم مخير كاين عاد فيه نعيشة خايبة. راه ماشي الخاطر راه هي فتنادني. ويا ربي تسمح لي على هادشي اللي درت. والله بغيت انا ندمان اشوف كدير الشيخ النور. شفت انت هادشي ما فيش فتنة. هادشي فيه غض النظر. كتسمعني انت ملي ما كاينش ولدك ما تدخلش للدار. وانت جاي انت معول على خزيت نتايا. لا الشاب والله ما معول على خزيت. راه هي بانت لي لابسة داك اللبس كدور تشقى حدايا. وانا ما تحكمش في راسي. راك عارف انت حنا الرجال دغيا كنتاطر. اسمح ليا متزوج عندك مرتك في الدار عندك مهم. واش ولدك كبير والمرا كبيره؟ شفتي انت سرعه مرتك؟ الشاب مرتي شرفات. مرتك شرفات؟ آه. كيفاش مرتي شرفات؟ كبرات معاك الولاد وعانات معاك وسمحت في راسها وما لبسات ما والو باش تكبر معاك الدراري وتكبر معاك الولاد ودارت معاك الدار. وانت كتقول لي شرفات؟ ويلا شرف عندنا شويه انت. يلا Thank you.